مشاهدينا اهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، بالضبط منطقه الحي الحسني. ومعنا اليوم ام في عمرها 26 سنه، مازال شابه ولكن الهم اللي هزات هذا هم كبر من عمرها. ام جوج ديال البنيتات، يكفي ان هذه الام كتقول ان هاد البنيتات ما كيقراوش، علاش؟ ما كاينش امكانيات باش كيقراو. داس من محن كثيره 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 لدرجه انها بقوه المشاكل اللي عندها 7 سنين ما عمرها شافت نعاس، 7 سنين ما كتنعش، عيات بالاطباء، عيات يعني حتى من الرقيه الشرعيه جربتها باش ممكن غير تنعس، ما كتنعش. دابا جاها كذلك على حساب القول ديالها الاعصاب في النبوله، يعني حتى النبوله ديالها كضرها بالاعصاب. هما الوراق ديال كتمشي عند طبيب اخصائي فين اختصاصي في طب وجراحه الكلي والمسالك البوليه، كتبع عنده يعني التقهرات، وهمها كله هو هاد البنيتات. هاد البنيته الصغيره اللي كنشوفوا رجلاتها اللي من هنايا، هادي حتى هي كتشدها غيبوبه. شحال من مره نعسات معها الام ديالها في السبيطار كتغيب، ما عرفوش هاد الغيبوبه اللي كتشدها وهاد الاغماء اللي كيوقع ليها منين كيجي. يعني ظروف كثيره، ما كاينش الماء، كيسقيو غير من العوينه ياك، كنتو كيمشيو ما كاينش الضو، يعني ظروف مزريه. كتمر منها هي غتعاود لينا. السلام عليكم، واش داختي الميكرو؟ شكرا لك. سلام، الله يجيب لك الشفاء اول حاجه، بالشفاء ان شاء الله. تفضلي. انا اليوم كنطلب من الناس يوقفوا. كيبقاو فيا ولادي وانا مريضه 7 سنين، هادي ما كناش، علاش كيبقاو فيا والدي؟ ناس كبار، انا عيت ما نتقاتش على قبل ولادي وعلى والدي، ما بحالناش. قلتي كتمشي للسوق كتجيبي الخضره اللي كتبقى ياكي؟ وكنجي نوكلها لوالدي، انا هي كبيره في خوتي وانا مريضه، مرض نفسي وعندي مشكل في النبوله، 7 سنين ما كناش. وقفوا معايا الناس، دوس الناس، وقفوا معنا في شحال من حاجه، الله يرحم لي بالوالدين، ولكن الناس راه كتعيا. انا كنطلب من شي واحد يوقف معايا، حيت انا مريضه في النبوله، ما كنعش في الليل، كنبقى غاده جايه حتى الصباح فيا. غاده جايه للطواليت؟ كنبقى غاده جايه حتى الصباح. وشنو المشكل اللي عندك في النبوله؟ عندي العصب في النبوله. علاش؟ حتى اختي مرات مرض نفسي، كيبقاو فيا ولادي ما كيقراو، ما عندهم حوايج، ما والو، ما كيتساو، ما ياكلوا، ما عندنا والو، ربي اللي معنا الحمد لله. الاب مشى فحالو زاد. اختي اش نقول لك على الاب؟ باهم بات الوليدات ليه وراجل، عنده باهم بحال ما عندوش باهم، هاد البنات بحال ما عندهمش باهم، هادشي اللي كاين اختي. شحال المده وانتي كتعاني؟ من نهار تزاديت وانا كنعاني مع دارنا مساكن. ما فحالهمش دارنا، ما فحالهمش دارنا، عاش امي عاشت بلا ما نعاود المشاكل ديال امي فاش عاشت، حتى داكشي ربي كل واحد غير. كبرتي في، كيف قلتي كبرتي في المشاكل؟ انا كبرت في المشاكل. وكبرتي هذا المسؤوليه وانت طفله؟ انا صغيره وانا هذا المسؤوليه، باق لي صحه ما فيه صحه، امي حتى هي مريضه عندها الوسيسه فيه بالزولته، مسكينه ما كدوز ما والو، ولادي مساكن ما كيعرفوش صغار. جوج بنيات عندك؟ عندي جوج بنيات. البنيته الكبيره ما كتقراش؟ لا ما كتقراش، وهو عاوتاني هذا العام جاي ما عندي باش نقراه، بغيت شي واحد يوقف معايا باش ندوز وباش نعيش وليداتها الله يرحم ليها. قلتي لي بغيت غير نتشافى من هذا المرض النفسي اللي فيا. بغيت نتشافى، عيت ما كنعش، ما كنشوفش الناس، حتى دابا شي واحد يشوفني يقول هادي راه صحيحه، ولكن انا ربي سبحانه وتعالى هو اللي عالم بيا، راني مريضه بزاف، ما كنعش الليل كامل كتبقاي فايقه؟ كنبقى فايقه حتى الصباح، وليداتي مساكن محاولات المرض اللي فيا، وليداتي مساكن ما بقيتش كندير فيهم، اللي ضلوا يغوتوا يضاربوا، واخا يبانوا لي يمشوا حتى للبوطه وما نقدرش نهضر معاهم، فما كينحس بي غير يبغي يعوج عليا. شفتي اخصائي نفسي؟ لا ما عنديش الفلوس، حتى ب 8000 ريال الحصه. بغيتي تعالجي بنتي من المرض؟ انا بغيت نتعالج، ولادي ما عندهم لا حوايج ما يلبسوا لا والو. قلتي بغيتي تعالجي باش ان شاء الله تخرجي وتخدمي على وليداتك بغيت نتعالج. ما دويتي حتى تسدو في وجهك البيبان؟ ما دويت، تبقاو فيا ولادي، ما لقيت ما نوكل ولادي، حتى
الدراري الصغار ما كيصبروش. عيت اختي ما نتقات، انا عيت عيت ما نتقات على الزمان، ما لقيت ما نوكل ولادي. عيت كندير نحيط الخيمه، راه مشيت خدمت يقولوا هادي راه بغات تمشي دير شي حاجه خايبه. انا كيبقاو فيا ولادي هما الضحايا، وكيبقاو فيا اكثر والديا مساكن، حتى هما كيبقاو فيا حتى والديا ناس كبار ما فيهم الصحه، ما عندهمش شي ولد اللي غيوقف معاهم ويخدم عليهم، ما عندهمش با كيضل يتقاتل، كيضل يدور مسكين في الجوطيه حتى هو ما عندوش. شوفوا حالته تبكيو، والحمد لله با يتيم ما عنده حتى حد من غير الله سبحانه وتعالى. يعني كاين هو وكاين نتوما، نتوما دابا دايرين بعضياتكم صافي، لكن قلت الشيء هداتكم الحمد لله. انت ما بغيتي طابه ولا بغيتي عيش حياتك باش تكوني بوليدات؟ انا طابه اللي بغيت اللي وقف معايا باش ندوز، وعلى قبل وليداتي ما ياكلوا، ما بغيت الفلوس لا والو، بغيت وليداتي ما ياكلوا صافي، هادشي اللي طالبه. قلتي لك درك الحامني شي مره خرجتي معاهم كيبغيو يشريو؟ كنخرج انا وياهم، كيبقى يقول يا ماما شري لي شري لي، وانا ما عنديش اختي. تقاتلت عيت 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 اختي، وليت كنفكر استغفر الله العظيم في الانتحار. لا حول لا ما تفكريش حتى اختي عيت. هاد العواشر ما 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 فرحتيهم حتى سي الله يحسن العوان. قد كيف كنقولوا قبح الله الفقر. اختي ما عنديش باش نعاون، وما عنديش. النداء ديالك؟ النداء ديالي ان الناس يوقفوا معايا، اللي بغى يدير الخير لوجه الله سبحانه يوقفوا معايا، يوقفوا مع وليداتي، ويجي يتاكدوا من الحاله ديالي. يعني بوريقاتك ديال الطبيب وكل شيء، كل شيء انا الساكن هانسي اللي غير وقف معايا يجي هو بالنفس ديالو يديني الطبيب. مسكين الله يشافيك ويعافيك. الله يشافيك. والرقم ديالك بنتي؟ 0681 0638 04. عاودي 0681 0638 04. اذا كيف تبعتيو معنا مشاهدينا نداء للقلوب الرحيمه للمحسنين. هاد السيده ما بغات حتى شي حاجه، في عمرها 29 سنه قالت لك انا بغيت غير اللي وقف معايا يجي ويديني هو للطبيب، وهو يباشر الحصص ديالي غير نتشافى باش نرجع نخدم على وليداتي ونكون بوليداتي. راه البنيته كبيره تبارك الله، تحرمات ديك العام المدرسه. شحال في عمرها الكبيره؟ سنين طالعه في 7 سنين، يعني ضاع ليها العام ديال ديك العام، ما بغاتش هاد العام يضيع ليها. كاينه البنيته الصغيره حتى هي راه كتمرض وكتنعس في السبيطار، مره كيجيها اغماء، ظروف قاسيه كيمروا منها الاب ديالها. قالت كيبيع غير في الجوطيه كيدير الخرده، يعني نهار يجيب نهار ما يجيبش. الزوج زاد خلفه، يعني شاف السيده مريضه والظروف والمسؤوليه كبيره، هز كبوطو وزاد وخلاها هي حاصله في المسؤوليه وفي مرضها. نتمنوا يا ربي النداء يوصل، نتمنوا يا ربي هاد السيده تلقى العلاجات ديالها باش تشبع عند اخصائي نفسي. كنعرفوك بين 300 درهم 400 درهم الحصه قاصحه عليها، ما غاديش تقدر عاد الدوايات ديال لا الاضطرابات النفسيه كتكون شويه غاليه في الثمن. نتمنوا يا ربي تلقى يد رحيمه اللي تمد ليها ان شاء الله، وتخرجها من هاد الازمات اللي كتعيش ومن هاد المشاكل اللي كتعيش ان شاء الله، وتكون بوليداتها باذن الله تعالى. ما بقى لي الا ندعكم، دمتم في امان الله، الى اللقاء. نضيف عنا الرقم كاين مشاهدينا في العنوان، كذلك كاين في اول تعليق.